ومكملين معاكم مع صاحب السعادة والفقرة الأولى معانا وهي الخاصة بزي ما قلنا لحضراتكم بالدجاج الكريسبي. ومعانا مطعم من أشهر المطاعم في الدجاج الكريسبي، تاريخه مش طويل لكن قدر إن هو يعمل يحفر علامة في السوق المصري والخاصة بالدجاج الكريسبي. معانا مطعم كريسبي ميلز، ونظرا طبعا للظروف اللي حضراتكم عارفينها الخاصه بانتشار فيروس الكورونا والاجراءات اللي بتتخذ من نظافه وتعقيم وحاجات زي كده، فضلنا ان المطعم ما يكونش معانا هنا في المطبخ بتاعنا ده، لكن احنا نروح هناك نشوف درجه النظافه، التعقيم، الجوده بتاعه الدجاج نفسه، نروح لهم هناك في مكانهم. انتظرونا وتفضلوا معانا في كريسبي ميلز. حالة استثنائية عملتها مطاعم كريسبي ميلز، عشان كده قررنا ان احنا نيجي المكان ونخوض التجربة بنفسنا ونحكم على مطاعم كريسبي ميلز. واحنا داخل مطعم كريسبي ميلز، خلونا نرحب برئيس مجلس اداره مطاعم كريسبي ميلز الاستاذ عماد منير. اهلا بك يا استاذ عماد. اهلا بحضرتك يا دكتور عصام، شرفتنا ونورتنا في مطعم كريسبي ميلز. الله يخليك. في البدايه قبل ما نتكلم عن الاجراءات، خلينا نتكلم عن الفكره نفسها. الفكره جات لك منين؟ فكره المطعم بشكل عام وكريسبي ميلز بشكل خاص. والله فكرة مطعم كريسبي ميلز جات لنا زي ما كل الشباب بتفكر النهاردة تعمل المطاعم وتدخل في مجال الأغذية والمشروبات، بس احنا كان لنا خبرة سابقة في إنشاء عدة مطاعم وعدة براندات لمجموعة من المستثمرين المصريين، احنا بنسميها لوكال براند أو براند محلي، بس الحمد لله تخصصنا في نجاح في فترة محدودة جدا في إنشاء عدة مطاعم وبراندات معروفة جدا في الأسواق المصرية حاليا. كان سبب إن احنا نفكر إن احنا نعمل مطعم يكون خاص بينا أو بمجموعة العمل اللي موجودة معانا، لأن أوريدي أنا صاحب أو رئيس مجلس إدارة شركة كريسبي ميلز، لكن أنا معايا فريق عمل كبير بيتكون من مجموعة من المتخصصين في مجال الأغذية والمشروبات في مصر بصفة عامة، كلهم أسامي كبيرة وأسامي معروفة، والحمد لله إن يعني فضل من ربنا ان هم شركاء ليا. ده بالاضافه ان انا اثناء تجربتي في انشاء مطاعم وبراندات محليه اتعلمت من قامات كبيره موجوده في مصر في المجال ده. الحمد لله كان لينا نصيب من خلال الخبره ان احنا نعمل تجربه جديده. التجربه كانت بدأ بفكره ان احنا نتجه للفاست فود او الاغذيه السريعه، لقينا نفسنا بتتحول الفكره لمطعم. مطعم متكامل فيه عدة أصناف مختلفة، المنيو اللي حضرتك شفته بيختلف عن جميع المطاعم اللي موجودة في السوق. احنا المنيو بتميز ان احنا مش بس مركزين، احنا اسمنا كريسبي ميلز. ايوه، ده السؤال التاني، ليه اخترت كريسبي ميلز؟ ليه ما اشتغلتش مثلا في دجاج تاني او لحمة او سمك؟ يعني ليه اخترت الحتة دي؟ احنا بالفعل وايه الخلطة السرية بتاعت كريسبي ميلز؟ تمام، الموضوع ببساطة مفيش حاجة اسمها خلطة سرية. خلطة سرية دي بدعة ابتدعوها الغرب او ابتدعها فكرة التسويق، ان احنا عشان نكون ناجحين في تسويقنا لازم يكون عندنا حاجة مميزة. بدأنا نتجه للتفكير ان الفكر التسويقي العام للانترناشنال براندز بيعتمد على ان في خلطة سرية، لازم يبقى العميل دايما حاسس بأهمية الفاليو اللي بيقدمه المطعم عشان يكون مطعم متميز. فمن الفكرة دي بدأنا نقول يا جماعة احنا عندنا خلطة سرية، لكن احنا بالفعل الخلطة السرية هي عبارة عن النكهة او التميز، يعني التوابل اللي ست البيت بتتميز بيها في الطبخة اللي هي بتعملها في البيت، الطبخة البسيطة جدا، هي بتختلف من يد ليد، وكلنا عارفين كده وعارفين ان بنقولها كده بالبساطة ان كل ست ليها نفس في اكلها، فبما ان كل عميل وكل حد ليه نفس في اكله يعني او نفس في التيست بتاعه،
بدأنا نقول ان احنا صحاب خلطة سرية. هي يعني سرية، هي خلطة سرية، انت مش عايز طبعا هي لازم كل تكون سرية. ليه حاجة سرية او ليه حاجة خاصة بيه؟ هي يعني لازم تكون سرية. لو انا ما قلتش ان هي سرية، العميل مش هيحس ان احنا بنقدم حاجة مهمة. لكن انا عشان اكون صريح مع حضرتك، هي عبارة عن مجموعة من التوابل، يمكن عندي بعض الشيفات الرئيسيين في المكان ويمكن معظم فريق العمل عارفين احنا توابلنا عبارة عن ايه، لكن هي خلطة سرية، لان احنا بنحاول ان القدر الناس اللي تكون متخصصة في تجهيز المنتج من اول المصنع او البريب سنتر اللي احنا بنجهز فيه الاغذية والمشروبات لغاية الفرع دي يبقى فيه سرية تامة. يعني مش كل الناس عارفة احنا التوابل بتاعتنا شكلها ايه، هي محدود الكلام ده على مجموعة عمل صغيرة. واحنا طبعا كل واحد بيهم وهو يعني داخل اي مطعم او اي مكان فيه اكل، بيبقى اول حاجة بيدور عليها الـ الاكل اللي بياكله، الجودة بتاعته شكلها ايه، النظافة شكلها ايه، الماتيريال نفسه بتاعت الحاجة اللي بياكلها دي جاية منين وايه مصدرها، مصدر كريسبي ميلز ايه الخاصة بالماتيريال او الفراخ او يعني اللي الناس بياكلوها، الحاجات اللي الناس بياكلوها. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، الاعتماد الكلي على الجودة لأي منتج، سواء بقى هو دجاج او البيف او اي منتجات السيفود، المكرونات، اي منتج بيتقدم في مطعم الجودة بتعتمد على البراند نيم او الاسم اللي هو بشتري منه. احنا بنشتري من اماكن اوريدي الجهات الرقابية الخاصة بالدولة بتشرف عليه، يعني مصانع واسامي كبيرة جدا معروفة في السوق ليها اسمها وليها المنتج بتاعها متوفر، زي ما موجود في السوبر ماركت العادي هو موجود برضو في الشركة بصفة تجارية. الفرق ان احنا كمطعم بنسحب كميات اكبر من العميل العادي في السوبر ماركت، فبناخد سعر مميز مش اكتر. لكن الاصناف اللي عندنا احنا بيكون اهتمامنا كل الاهتمام ان جودة الاصناف، فبنتجه دايما للبراندات العالية، بنتجه دايما للاسامي المعروفة. انا اسف في كلمة براندات، لان احنا بنقول ان المصري دايما هو المنتج الاصلي، فانا وجهة نظري ان المنتجات المصرية الحمد لله خاصة في مجال الاغذية والمشروبات هي متفوقة على جميع المنتجات يمكن في افريقيا كلها. احنا متميزين كمصريين بمنتجاتنا، فبنلجأ للاوفر والاسهل ان نروح للاسم اللي معروف على طول دايما. طيب يعني انت بتتعامل مع شركات كبيرة، ورغم ان الشركات الكبيرة دي اكيد اسعارها بتبقى اعلى من الاسعار، لكن انت بتقدر توازن بين القيمة والجودة، بتقدم للناس قيمة كويسة وجودة عالية، وفي نفس الوقت السعر برضو ما بيبقاش عالي قوي بالشكل اللي هو يخلي الجمهور العادي يقدر يجي لك. السعر بيحكمه المنافسين، المنافسين اوريدي في اي مجال، سواء بقى مطعم بروستد تشيكن او مطعم ستيك هاوس مثلا، اللي بيحكم السوق كله الاسعار التنافسية. فاحنا كصناع للمنتج احنا اللي بننافس بعض في اسعار، فلما اجي اقول انا عايز اكون في منطقة تنافسية بدرس السوق من حيث الاسعار. بعد ما بدرس السوق، مرحلة دراسة السوق، بختار انا عايز ابقى فين. يعني الكوست بتاعنا بيبقى ليه حسبة معينة بطريقة معينة، لان مجال الاغذية والمشروبات يختلف عن كل مجالات التصنيع او اي تجارة اخرى. مجال الاغذية والمشروبات ليه طبيعة مختلفة تماما عن كل المجالات، فلينا طريقة معينة بنتبعها بان انا اشوف المنافسين اللي جنبي او المنافسين اللي في نفس المجال اسعارهم ايه. بعد ما بتنتهي المرحلة دي بشوف انا عايز يكون كوستي كام في المية، يعني ابيع مثلا ب 100 جنيه وانا كوستي 50 جنيه، ولا ابيع ب 70 جنيه وانا كوستي كده 70%، بنحسبها كام برسنتج الرقم من تكلفة السعر اللي موجود في المنيو اللي اوريدي العميل بيدفعه دايركت. فدي منطقة بيتحكم فيها العامل النفسي، في حد بيبقى عايز يكسب مرة واحدة، وفي حد بيبقى عايز فاهم من طبيعه السوق، العامل النفسي والخبره. طبيعه السوق بتحتاج ان انت بيبقى ليه المكسب الاساسي من النجاح ان العميل يقتنع بالمكان. يعني انا جبت عميل دخل مكاني، هو ده المكسب الحقيقي. تمام. كام في الميه او البرسنتج كام في الميه، ده بيبقى تفكير بسيط قوي او تفكير ضيق، يعني زي ما احنا بنقول. تمام. لانه اوريدي انا لو بعت كتير هكسب كتير، فالافضل ان انا ابدا افكر ازاي اعرف العميل اللي عندي بالمكان، سواء بالاسعار المعقوله اللي هي في متناول الجميع، او بالمنتج اللي هو المفروض متميز ومعروف لجميع الناس ان انا الحمد لله كريسبي ميلز سمعتها سبقانا الحمد لله. تمام. ان احنا منتجاتنا جودتها كويسه. واحنا اتكلمنا على الجوده، لو
انتقلنا للموضوع النظافة، وطبعا احنا في ظروف استثنائية زي ما حضرتك عارف. لو اتكلمنا عن الإجراءات اللي انتوا بتتابعوها في مطاعم كريسبي ميلز من حيث النظافة والتعقيم، سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها. الظروف العادية طبعا يعني احنا في غنى ان احنا نتكلم عنها، لان اوريدي طبيعي ان اي مطعم شغال في مجال الاغذية والمشروبات في نقط محددة للتعامل في الاغذية والمشروبات وتداول السلع الغذائية، وده كله عارفه، مش محتاجين ان احنا نستغرق فيه كلام. لكن اللي حابب ان انا يعني اركز فيه مع حضرتك، وهو ده الموضوع الاهم النهاردة، لان حضرتك بالفعل احنا كنا يعني حضرتك شرفتنا في ظروف البلد بتمر بيها، بل العالم كله بيمر بيها، ألا وهو الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. برضو أنا مش هتكلم باستفاضة عن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، ولكن مش حابب أتكلم باستفاضة، لأن تقريبا الشعب المصري كله بدأ بالفعل في أن هو ينفذ الإجراءات. حتى على مستوى المواطن البسيط في ناس بدأت تنفذ، وفي ناس لسه مش ما عندهاش وعي أن احنا فعلا في خطر. احنا خدنا اجراءاتنا الوقائيه قبل ما الفيروس يوصل مصر، لان بالفعل كان من 3 شهور احنا الحكومه نبهتنا ان في تغير عالمي بيحصل نتيجه انتشار فيروس زي فيروس كورونا، فبدانا ناخد اجراءاتنا من عده مراحل. يعني تقريبا ماشيين اجراءات وقائيه زي ما الدوله بتوجهنا، بس الفرق ان الدوله بتوجه ال 100 مليون مواطن، في 10 مليون سمعوا الكلام وبداوا يسمعوا كلام الدوله، ولسه في 90 مليون ما زالوا مش حاسين بالخطر. صحيح ان مصر كلها دلوقتي او العالم كله عنده هلع وخوف من فيروس كورونا، ولكن هنعمل ايه؟ ما هو مش كفايه الهلع، الاحتياطات والاجراءات الوقائيه هي اللي هتحل المشكله. الهلع والخوف مش هيحل المشكله، خلينا نستفاد بالهلع والخوف ان احنا نحول الـ 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 الشيء السيء او الشيء السلبي لشيء ايجابي. واحنا في ايام عيد الام عايزين يعني كلمه من حضرتك لكل ام كل سنه وهي طيبه. ايه مطاعم كريسبي ميلز عملت ايه بمناسبه عيد الام؟ احنا الحاجه الوحيده اللي قدرنا نعملها بمناسبه عيد الام ان احنا المسابقه الوحيده اللي ما نلغيهاش في الحملات التسويقيه هي مسابقه عيد الام. الحمد لله احنا معروف وعملائنا عارفين كده ان احنا دايما معاهم في اي مناسبه، وبنقول يعني ان كريسبي ميلز متواجده مع الاسره في اي مناسبه. اهم مناسبه هي كانت ممكن تتلغي من ضمن فعاليات التسويق اللي احنا لغيناها، المسابقه الخاصه بعيد الام اللي احنا المفروض النهارده بنعلن عن الفايز بقيمه المسابقه اللي موجوده على الصفحه. مش هنتاخر عليكم في المسابقه، واحنا طبقا ان احنا اولا لازم يكون في مصداقيه مع العملاء، وطبعا الظروف اللي موجوده مش هتمنعنا ان نقول لست الحبايب كل سنه وانت طيبه، ولكل ام مصريه كل سنه وانت طيبه. ويمكن سبب قعدتي مع حضرتك النهارده امي هي اللي كانت بتزرع فيا الحماس وبتزرع فيا العمل، فالام هي كل حاجه. بقى رساله للام المصريه في عيد الام، زي ما علمتينا النظافه وعلمتينا التربيه الصح، علمونا دلوقتي ازاي نخلي بالنا من فيروس كورونا اللي هو بدا بالفعل ينتشر. تمام. بس واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وكل سنه وكل ام طيبه. وبشكر حضرتك استاذ عماد منير رئيس مجلس اداره مطاعم كريسبي ميلز. تمام. ولينا لقاءات تانية ان شاء الله. قبل ما نختم لقائنا حابب يعني هديه اخرى للام، في فنان جميل الفنان مايكل صفوت، هو يتكلم عن نفسه اكتر، عامل هدية بسيطة لكل أم مصرية، هي أغنية بسيطة للأم، أتمنى أن هي تعجبكم، ودي هدية من مطعم كريسبي ميلز. Oh.
من اكتر المطاعم اللي بتهتم جدا برأي العملاء بتاعتنا، حتى احنا يعتبر اكتر ناس حسينا من ايجابيات من الناس اللي عملاء عندنا ان احنا عاملين فيدباك بعد كل اوردر، بنتصل بالعميل بنعرف رأيه هل هو الاوردر جاله في الميعاد المظبوط من حيث الخدمة او الجودة او التوصيل، وبنسمع كل حاجة هو بيقولها وبناخدها بعين الاعتبار، بنركز من اول ما بيخرج الاوردر من عندنا لغاية ما يوصل له هل هو جاله سخن هل هو جاله متعقم، حتى الدليفري بتاعنا بنسأل هو قبل ما يسلمك الاوردر كان لابس الكمامة ولابس الجوانتي بتاعه ولا لا، وكمان بنشوف وهل الكواليتي بتاع الاكل عندنا هل هو كويس، بنشوف لو هو عايز حاجه كمان اقتراحات بناخدها منه، اي حاجه بيقولها اذا كان عن طريق صفحه الفيسبوك عن طريق مكالمه تليفونيه بناخد كلامه بجديه تامه، وحتى اللي بيشكروا جدا بيقولوا انتم من اكتر المطاعم اللي احنا بنبقى مبسوطين قوي، بنلاحظ ان انتم بتتصلوا بعديها على طول، يعني احنا كمان مش بنستنى فتره طويله، لا احنا بنتصل بيه بعد ساعتين، لو اتاخرنا بيبقى تاني يوم على طول. ارحب بيكم في مطاعم كريسبي ميلز، واتمنى ان تشرفونا هنا عشان تدوقوا اجمد باستا موجوده في مصر كله، بنعملها باستا فاير، احنا المكان شبه الوحيد اللي بنقدمها في مصر، واتمنى ان انتوا تيجوا تشرفونا وتجربوها معانا. وفي عندنا حاجات تانية برضو احنا يعني يعتبر الوحيد اللي بنقدمها، زي طاسة البلح وطاسة الجبنة، كوليكشن صوص جبنة، حوالي 10 انواع جبنة بيتعمل في طاسة، فبرضو يعني احنا المكان الوحيد يعتبر اللي شبه بنقدمها بالكوليكشن الكبير ده، واتمنى ان انتوا تشرفونا وتيجوا تجربوا الاكل بتاعنا. ست الحبايب يا حبيبة يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة. صراحة يعني انتوا لو يعني عارفين لما تشوفوا اكلة وما تقدروش تمسكوا نفسكوا قدامها يعني بتبقوا عايزين تلتهموها، وده اللي حصل في كريسبي ميلز. عامل ريجيم مش عامل ريجيم، انت كده لما تيجي في كريسبي ميلز مش هتبقى تعرف انت بتختار ايه، المنيو غني والمنيو مليان وجبات كتير مختلفة. وبصراحة يعني ادعوكم ان انتوا تعملوا زيارة سريعة لكريسبي ميلز وتتذوقوا الطعم الشهي اللي احنا بناكله ده، صدقوني مش هتخسروا.